طلع مقبول. بطيخ بطيخ يا عنفي، صدعنا بقى وقلب دماغنا زي كل مره. وسع يا ابو عز. عايز ايه؟ انا عايز ابو عز. اختار كمان، هنا مفيش اختيار. وني وفتنش. قول لك اسمي. اسمي. Do you love me? You love me? Do you need me? You need me. انا من 2015 كنت اتابعك. و2015 دخلت سوبر ماركت اخو جعفر واشتريت غرض. هنرجع للغرض. عايزك تفكر لي اي تاريخ. اي تاريخ. التاريخ فيها الايام وفيها الشهور وفيها السنين. التاريخ الزمني. الايام ايه بقى؟ اي يوم يعني؟ اي تاريخ يوم. 14/11/78. ايوه انا ثاني بالعام. 14/14. 14. ايوه. 11/11. 1973. 73. بيرفكت. بس انا فاضل لك الموضوع على راحتي. شاهدين 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 شاهد متأكد أي رقم أربعة ثاني رقم قول اثنين ثالث رقم واحد ليه؟ معين معين آخر رقم أنت قول معين خلي الريال يختار رقم والآخر رقم أنت قول يلا تعال أنت آخر رقم أي رقم في بالك؟ خمسة 14/11/1973 4 2 1 5 14/11/1973 انت اخترت
اخترت ثلاثة اخترت أربعة اثنين واحد الأخ اختار خمسة اي خمسة أنا ما حلمسها الأخ بطلع الوردة حتى هاي طالع الوردة هذه صورة اوعى رقم شوف الرقم بس تقوليه واحد واحد أربعة واحد واحد تسعة سبعة ثلاثة أربعة اثنين واحد خمسة الله عليك 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 دخلها ازاي؟ دخلها طبعا دخلها جوه العلبه ازاي؟ ما هو يا باشا احنا حصل حاجه مش عارف احنا ممكن نعيد يعني شوف هذا رصيد مختوم من الكمبيوتر متى راح وديها الكمبيوتر وخلاه هنا؟ انا حمود انا اختفيت انا اختفيت انا اختفيت برافو عليك لسه ما مشيت برافو عليك اقول لك طاعه خليها اللي انت عايزه ها ثمانية بقى ثمانية كتبت الساعة ثمانية صح؟ ثمانية أكيد الدقايق خذ راحتك بقى ما تستعجلش الدقايق ايه؟ سبعة وثلاثين ثمانية سبعة زيرو ايت تري سبن سبعة وثلاثين يعني انت ممكن كنت تختار 12:45 كنت مختصر ستة ونص كنت ممكن تختار سبعة ونص فأنت اختار ثمانية سبعة وثلاثين أخوي جابر ساعة هاي قدم إياها جدي جدو الله يرحمه عايش ولا ميت الله يرحمه رحمة تجوز على الكل هذه هاي هدية لك لو متقابل الفنان العظيم الكبير عادل إمام اعملها معه ولكن كنت ما في الا اسويها معك انت كبير عادل إمام اللي ابغاك تسويه ابغاك تفتح الساعة هاي افتح الساعة ممكن يصير يمكن ما يصير صح صح ما هو على الساعة 8:37 كم سنة افتحها بس ولا استنى شوية استنى لا لازم يقول ابو هول ثلاث مرات يعني هي واقفة على استنى عشان يغير الوقت ثلاث مرات لازم ابو هول مش عارف لا اعملها هو هي ثلاث مرات ابو هول معين العقل بيمشي بيركض ولا هيك لا لا انت بس اعملها هيك هذا من فوق ايوه وشوف الساعه كم وتقنن بقى ايوه 8 و 37 شوف ايش بقى هنا لا 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 في حاجه ده احنا عاينين لك فهمني حصل عايز اسال يعني دي بتتكلم 37 بالبلوتوث غيرها بص كويس صراحة مشطوم مع صراحة
ده مش ساحر. انا بظن من عشرة ان هذا الرجل مخاوي. مخاوي. لا سحر ولا شعوذة. ولا سحر ولا شعوذة على طريقتنا المصرية. صح. مخاوي والله يا جماعة. بياكل مصاريف ويدخل مصاريف في ملاحين ويطلع خطن الفوق ويعمل حاجات عجيبة والله. عجيبة. حبيبي استاذ ابراهيم. تعال استاذ.